واتهم المسماري تنظيم الإخوان الإرهابي بعرقلة مسيرة الانتخابات وتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا. ونقول العالم الآن اتضحت التمثيلية، والأخوان بدأوا في إرسال رسائل نسف فكرة الانتخابات نهائيا في ليبيا أولا، ثانيا بدأوا في رفض مقترحات المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة ودول الجوار في إقامة انتخابات للخروج من الأزمة الحالية. كذلك بدأوا وثبتوا بالتأكيد، أكدوا لنا على ما قلناه في المرات السابقة، أن الأخوان لا يريدون شيء الآن إلا اللعب على الوقت، ويبغون مكاسب يحققونها من خلال الوقت، لعل الله يأتي بشيء ينصرهم في طرابلس.